بصفتي كمقدمة ورئيسة جمعية كننظم بصفة شهرية تدريب اللي كنحرصوا عليها أنا والطاقم ديال الجمعية بما فيها أعضاء المكتب على التدريبات ديال الفارسات ديالنا. بالنسبة لي التبوريضة أو الفروسية التقليدية هو عالمي الخاص وهواية بحال جميع الهوايات، وكنمارسوها بصفتنا عنصر نسوي. الحمد لله ما كان عندنا صعوبات لا من ناحيه المشاركات ديالنا في المهرجانات او المواسم او داخل الفرسان، لان بالنسبه لنا التبوريضه يعني في شحال هذه كانت حكر على الرجال فقط، فاقتحمها العنصر النسوي ونجح الحمد لله العنصر النسوي في الاقتحام ديال هذه الهوايه والنجاح فيها. وبعد هذه الاجتهادات طلعت المرأة المغربية أو المرأة الفارسة في مستوى الرجل الحمد لله. أنا كنقدم دعوة لجميع الفتيات اللي عندهم حب وعندهم واحد الحب ومولوعين بهذا التراث اللي هو التبوريضة أو الفروسية التقليدية، وكنشجعهم على الممارسة ديالها. الله سبحانه وتعالى وحتى الناس على دعوة الأولاد ديالهم ممارسة هذا التراث، والدليل على ذلك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. وحديث آخر: الخيل معقودة في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الفرس هو عنصر أساسي في البيوت، كيولي بحال فرد من أفراد العائلة. أكيد بالنسبة للعود أو الفرس ككل كيبغي السير، خاصو العلف، خاصو التطبيب، خاص عاوتاني إلا كان عندكم شي مشاركة ولا شي حاجة خاصك تنقليه من مهرجان لمهرجان وترجعيه، هذا يعني كيتطلب مصاريف. وكذلك كاين واحد الصعوبة من بين الصعوبات اللي هو قلة الدعم، يعني كاين واحد الإهمال الجانب ديال التبوريضة أو الفروسية التقليدية وخصوصا على مستوى العنصر النسوي. الحمد لله المشاكل اولا مع علاقتي بالفرسان او المشاركات ديالي، كيتجاوبوا معايا الفرسان وكيتجاوبوا معايا الجمهور، وعندنا جمهور وعندنا متتبعين. بالنسبه للمشاكل بالعكس ما عمرني ما لقيت شي مشكل، وبالعكس دابا المهرجانات او المواسم الا ما كانش فيها العنصر النسوي كتكون بحال ناقصه شي حاجه، يعني ضروري العنصر النسوي اللي كيعطي داك اللوحه الفنيه او واحد الطابع تراثي للمهرجان. بالنسبه لي لهاد الفارسات هما اولا خواتاتي وبناتي قبل ما يكونوا الفارسات ديالي، واخا كنكون معاهم شويه ستريكت فوق العود، غير هو تنبغيهم يكونوا في المستوى المطلوب وما يخيبوش ظن الجمهور، والحمد لله غاديين في المستوى وكيتصنتوا الله يرضي عليهم والله يكمل علينا بالخير والله يركبنا ركوب العز وينزلنا نزول الطاعه.